مشاهدينا السلام عليكم. من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى أبقاه الله يصدر عفوه السامي عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جلالته حفظه الله يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. وفي أخبارنا الاقتصادية تتابعون: روسيا تعتزم توقيع اتفاق تنفيذ خط أنابيب لتصدير الغاز مع تركيا الشهر المقبل. أما في أخبار الرياضة تتابعون: مانشستر سيتي يحسم ديربي مدينة مانشستر بالفوز على جاره مانشستر يونايتد. أهلا بكم إلى التفاصيل. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الذين تشرفوا بالعفو السامي بلغ عددهم 364 نزيلة، منهم 156 نزيلة أجنبية. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى يده الله تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1437 للهجرة، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المندري رئيس مجلس الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك فيما يلي نصها: مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظكم الله ورعاكم، يشرفني أن أرفع لمقام جلالتكم السامي باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس الدولة وموظفيه خالص التهاني وأجمل الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالتكم أياما عديدة وأعواما مديدة، وأنتم تنعمون بثوب الصحة والعافية والسعادة، والشعب العماني بمزيد من الخير والنماء، وسائر الشعوب الإسلامية باطراد الأمن والرخاء. مولاي جلالة السلطان المعظم، إن مناسبة يوم الحج الأكبر وعيد الأضحى المبارك مع ما تحمله هذه الشعائر الربانية والوقفات الإيمانية من معان سامية ودلالات راقية وأهداف نبيلة في الطاعة والتضحية والفداء للإنسانية جميعها عبر أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، لحري بالمسلمين قبل غيرهم وبالإنسان في عموم هذه الأرض ودياناتها المختلفة ومذاهبها المتعددة، أن يقتدوا بأبينا الخليل عليه السلام ويترسموا خطاه في التضحية والفداء والبذل والعطاء من أجل الإنسان وإعلاء شأن الإنسانية التي كرمها الله تعالى من دون العالمين، إذ قال جل علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مولاي جلالة السلطان المعظم، لقد حب الله بلادنا العزيزة من بين كريم نعمه التي لا تحصى وجزيل آلائه التي لا تنضب، مجتمعا متماسكا متضامنا متعاونا على الخير والمحبة والحق والتسامح منذ القدم. وصدق فيهم قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. وقد جاءت النهضة المباركة بقيادة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم لترسخ هذه الفضيلة وتعمل على نشرها وتأصيلها واقعا ملموسا في نفوس الأجيال العمانية المتعاقبة التي يشهد لهم بها الجميع البعيد قبل القريب، فلله الحمد والمنة على كريم ما أعطى وعظيم ما أسبغ، ونسأله تعالى جلت قدرته
أن يديم على جلالتكم وعماننا العزيزة نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يكلأكم دوما برعايته وعنايته، إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمناسبة عيد الأضحى المبارك فيما يلي نصها. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي المعظم حفظكم الله، عاودتك السعود يا مولاي ما عاد عيد واخضر عود، يا بهجة الوطن وسروره بعدما نلت من ثواب وتقوى، وخير به النفس تروى وبه المشاعر ترقى والسرائر تصفى في هذه الأيام العطرة المباركة، حيث يحتفل فيها المسلمون بهذه الشعيرة المقدسة التي أنعم الله بها على عباده في هذا الميعاد المحدد من كل عام على كل عبد شكور، لتخلص الدعوات ويقف الحجيج في صعيد عرفات. فالله أكبر ما تنفس الصبح بيوم العيد الأكبر بعدد من حج واعتمر، وقبل الأجر واغتفر، رافعين كف الضراعة إلى المولى جلت قدرته أن يتقبل من جلالتكم صالح أعمالكم ودعاءكم الذي لم يعرف إلا الحق دربا، وأن يديم على مقامكم السامي ثوابه ومغفرته، وأن يلبسكم لباس العزة والرفعة والشموخ. مولاي حضرة صاحب الجلالة، هنيئا لك العيد يا مولاي الذي أنت عيده، وعيد لمن سمى وضحى وعيد. إنما تحقق اليوم يا صاحب الجلالة من منجزات وحقائق وأسلوب حياة عصرية هانئة لشعبكم ولوطنكم عمان، ما هي إلا نظرة ثاقبة من لدن جلالتكم حفظكم الله، ومن مرتكزات ثابتة من العادات والتقاليد العمانية السمحة. فها هم أبناؤكم يسعدون ويعيشون أيامهم سعداء، مستبشرين الخير في دروبهم، آمنين بوطنهم. وأنهم يا صاحب الجلالة في هذا اليوم المبارك تسمو أخلاقهم إلى أرفع مكانة، وتمتد مشاعر الإخاء فيهم إلى أبعد مدى بكبيرهم وصغيرهم، حيث يشكلون نسيجا مجتمعيا متماسكا متعاونا متراحما تخفق فيه القلوب بنبض واحد يسوده الود والبر والصفاء النابع من الروح العمانية الأصيلة. وأننا يا صاحب الجلالة نعاهدكم على المحافظة على هذه القيم والمرتكزات، والسير بها إلى الأمام، والتقدم بما يخدم مصلحة الوطن ومواطنيه الأعزاء. وبهذه المناسبة المباركة وقدوم عيد الأضحى للعام الهجري 1437، يشرفني يا مولاي بأن أرفع إلى مقامكم السامي باسم مجلس الشورى رئيسا وعضاء وأمانة عامة أسمى عبارات الشكر والعرفان، مقرونة بالتهاني والدعاء الخالص لله جل وعلا بأن يكلأكم بعين رعايته التي لا تنام، ويمدكم بمدد من قوته، وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة، وأن يعيد هذه المناسبة العطرة وأمثالها على جلالتكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه سميع مجيب الدعاء، وكل عام وجلالتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك فيما يلي نصها. مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد الأضحى المبارك مناسبة دينية سامية يجتمع فيها ضيوف الرحمن في أقدس بقاع الأرض، يؤدون المناسك الربانية في غمرة من الإيمان الصادق والدعاء الحق، مكرمين عند رب العزة والجلال، تغمرهم السكينة بين تكبير وتلبية،
واحتفاء بهذه المناسبة الميمونة يشرفني يا مولاي ويشرف قواتكم المسلحة الباسلة وجميع منتسبي وزارة الدفاع بأن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أجل آيات التهاني وأنبل عبارات التبريكات، ضارعين إلى العلي القدير أن تكون هذه الأيام الكريمة مباركة تنثر البشر على جلالتكم وعمان تنعم في ثوب السؤدد والازدهار. مولاي صاحب الجلالة السلطان المعظم، مدرسة الحج مدرسة إيمانية تستوحي منها قوات جلالتكم المسلحة ما يزودها بخير زاد ويكسبها من فضائلها معاني التضحية والفداء ومن دروسها الصبر والوفاء، مستمدة من عطاء جلالتكم اللامحدود، مسترشدة بتوجيهاتكم النيرة ما يضيء لها الطريق لتواصل قافلة الخير والوفاء تحت قيادتكم الحكيمة. مولاي القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن قوات جلالتكم الباسلة وجميع منتسبي هذه الوزارة وهم يستقبلون عيد الأضحى المبارك لتستمد منه أسمى الغايات النبيلة في العمل الدؤوب والإرادة الصادقة، وهي أخلص ما تكون ولاء لقيادتكم الرشيدة وأعظم ما تكون إيمانا وامتثالا لأوامركم السديدة. حفظكم الله يا مولاي وأيدكم بنصره وجعل أيامكم كلها يمنا وبركة وكل عام وجلالتكم بموفور الصحة والسعادة. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك فيما يلي نصها. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ومنتسبي شرطة عمان السلطانية أن نرفع لمقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مقرونة بالدعاء الصادق أن يعيد الله جميع المناسبات السعيدة على جلالتكم بوافر الصحة والسرور وعلى عمان وشعبكم الوفي بالخير العميم. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، يحتفل أهل عمان الأوفياء بعيد الأضحى المبارك والسعادة والرخاء تعم بلادنا الغالية، فيتنعمون بما حباهم الله من خيرات وافرة ونعم كثيرة في جو من الأمن والطمأنينة، مستذكرين في هذه المناسبة المباركة ما تبذلونه جلالتكم أيدكم الله من جهود عظيمة، فشكروا الله وحمدوه أن وفق تعالى وبارك وضاعف ودعوه مخلصين بأن يحفظكم ويكلأكم برعايته ويديم عليكم الهناء والعافية. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، إن أبناءكم منتسبي شرطتكم لتتضاعف سعادتهم وهم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك من مختلف مواقع الخدمة التي يطلعون بها، تدفعهم عزائمهم المتوقدة وحبهم الكبير لوطنهم وأهلهم الكرام، ولهم في جلالتكم نصركم الله المثل الأعلى والأسوة الحسنة. حفظكم الله يا مولاي بكريم حفظه وعنايته وأدام عليكم السعادة والسرور، وكل عام والجميع بخير. وأشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة بحكمة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في انتهاج مبدأ الحوار لحل القضايا الدولية وبالدور الإيجابي والسلمي الذي تقوم به السلطنة في تعاملها مع القضايا القائمة في المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال معالي الأمين العام للأمم المتحدة لسعادة السفير الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي بمقر المنظمة بنيويورك، والذي قدم أوراق اعتماده لمعاليه كمندوب دائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة. وخلال المقابلة نقل سعادة السفير تحيات حكومة السلطنة للأمين العام وشاد بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في السعي لتحقيق الأمن والسلم العالميين، مؤكدا سعادته استعداد السلطنة للتعاون مع الأمم المتحدة في كافة المجالات. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم أول مناسك حجهم بالتوافد إلى مشعر منى
لقضاء يوم التروية الموافق 8 من شهر ذي الحجة تأسيا بسنة الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويبيت الحجاج الليلة في مخيمات مشعر منى استعدادا للانطلاق إلى مشعر عرفات فجر يوم غد الأحد الموافق 9 من ذي الحجة لأداء نسك الحج الأكبر. هذا وتم في مشعر منى بمكة المكرمة استلام مخيم الحجاج العمانيين رسميا وتوزيعه على أصحاب الشركات وحملات الحج، والذي يتسع لأحد 11,200 حاج وحاجة. المخيم زود هذا العام بأجهزة جديدة لتلطيف الأجواء من الحرارة، كما تمت معالجة أجزاء من أرضيته بما يساعد في سهولة حركة الحجاج. في موقعه المعتاد بمشعر منى تم استلام مخيم الحجاج العمانيين، والذي يتسع لأكثر من 11,200 حاج وحاجة، وتوزيعه على شركات وحملات نقل الحجاج بواقع يربو على 1,250 خيمة. تسلمنا المخيم العماني ولله الحمد، وتم أيضا تسليم جميع يعني الشركات هذا المخيم في لأجل النظر في التقسيم الذي يعني حاصل من الجماعة الذين اشتغلوا على هذا التقسيم، ولله الحمد الخدمات متكاملة والتكييف شغال ولله الحمد. المخيم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سوف يكون كافيا للجميع، فقد تم توزيع المخيم بعدد يعني 10 في الخيمة الواحدة، وهذا كافي بإذن الله تعالى. يشتمل المخيم على ملحقات للأعمال التشغيلية واللوجستية، وما يساهم في توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الحجاج على أداء المناسك بكل سهولة. العدد شبه مكتمل، 11,200 توافدوا إلى مكة، وتم أيضا حتى توزيع الخيم وفق معطيات الواقع. كما لا يفوتني بشكر المملكة ما تقدموا من خدمات لضيوف الرحمن وتسهيل مهمة الحاج. لا شك أن هذا من عمل صميم البعثة العمانية، وهو المحافظة والاطمئنان على سلامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهذا ما تم فعلا. تم تزويد المخيم بأجهزة جديدة لتلطيف الأجواء من حرارة الجو، وهيئت أرضية أجزاء منه بما يساعد على نظافته وسهولة حركة الحجاج. وبعد استلام المخيم في منى أصبحت كافة الأمور جاهزة لاستقبال الحجاج. تقبل الله منا جميعا صالحات الأعمال. منصور بن ناصر السعدي، موفد تلفزيون سلطنة عمان، إلى المشاعر المقدسة مكة المكرمة. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. حركة شرائية نشطة تشهدها محافظتا البريم والظفار قبيل حلول عيد الأضحى المبارك. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى أبقاه الله يصدر عفوه السامع عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جلالته حفظه الله يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.
أهلا بكم من جديد. وافقت الحكومة السورية على اتفاق الهدنة الأمريكي الروسي الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من الاثنين القادم في سوريا. من جهتها قالت الهيئة العليا للمفاوضات في سوريا إنها لم تتلقى نسخة من نص الاتفاق الأمريكي الروسي للسلام في سوريا، وإن موقفها لن يتحدد إلا بعد التشاور مع كل أعضائها. وكانت واشنطن وموسكو قد أعلنتا التوصل لاتفاق لإعادة عملية سلام في سوريا يتضمن بشكل أساسي خطة هدنة تنص على وقف كل الأطراف العمليات القتالية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الهدنة في سوريا، ودعا الاتحاد جميع أطراف الصراع في سوريا ضمان سريانه بشكل فعال، مطالبا الأمم المتحدة بإعداد اقتراح للاعتقال السياسي في سوريا كنقطة بداية لاستئناف المحادثات المعلقة بين الحكومة السورية والمعارضة منذ شهر إبريل الماضي. من جانبها رحب تركيا بالاتفاق الذي توصل إليه الجانبان الأمريكي والروسي لإعلان الهدنة بسوريا، موضحة أن أنقرة ستدعم جهود الحفاظ على وقف الأعمال القتالية والدفع باتجاه حل سياسي بسوريا، مشيرة إلى أنها بدأت الاستعداد لنقل المساعدات الإنسانية لمدينة حلب بالتعاون مع الأمم المتحدة. قتل 25 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال بقصف جوي روسي لسوق في مدينة إدلب. وأفاد الدفاع المدني بالمدينة أن البحث لا يزال جاريا بحثا عن ناجين والانتشال جثث الضحايا من تحت أنقاض المباني المنهارة بالسوق. وتصاعدت وتيرة القصف الجوي في الأسابيع الأخيرة لقرى وبلدات تابعة لمدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة. قتل نحو 15 شخصا في تفجير انتحاري استهدف منطقة تجارية وسط العاصمة العراقية بغداد. وقالت الشرطة العراقية إن انتحاريا فجر سيارة مفخخة بالقرب من مركز تجاري ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 30 شخصا بجروح خطيرة، مشيرة إلى إمكانية ارتفاع حصيلة قتل التفجير الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم. أدان مجلس الأمن الدولي بالشدة الاختبار النووي الذي أجرته كوريا الشمالية، وقرر إعداد قرار جديد يفرض عقوبات على بيونغ يانغ. وقال الرئيس الدوري للمجلس إن المجلس سوف يبدأ العمل على اتخاذ تدابير مهمة بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتعلق بإجراءات لا تتضمن استخدام القوة المسلحة. من جهتها تعهدت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة سامثا باور بألا يسمح مجلس الأمن الدولي لكوريا الشمالية بامتلاك السلاح النووي. وكانت كوريا الشمالية قد أجرت اختبارا لرأس حربي نووي في تجربة نووية هي الخامسة التي تجريها بيونغ يانغ والثانية في غضون 8 أشهر. شهد عدد من أسواق محافظة السلطنة حركة شرائية نشطة توافد إليها المواطنون والزوار لشراء مستلزمات واحتياجات العيد، حيث تشكل نشاطا تجاريا ذا تأثير اقتصادي. التقريران اللتان يسلطان الضوء على حركة الشراء قبيل عيد الأضحى في ولايتي صلالة والبريمي. هكذا هي الحركة في هذه الأيام، الجميع يسابق الوقت لقضاء لوازم العيد، فها هي الطرقات مزدحمة والأسواق مكتظة والسلع باتت بين بائع ومشتري. محافظة البريمي وكمركز تجاري يقصده الكثير بدت فيه الحركة الشرائية كبيرة في شتى الجوانب، بداية من محال الخياطة التي عكفت مليا على تجهيز المسبق من طلبات الأثواب الرجالية والتي تنوعت في ألوانها وأشكالها، ولأن العيد يعرف بلبس الجديد انعكس ذلك على حركة هذه المحال. قادمين اليوم لمحافظة البريمي للتبضع وتسوق التجهيز العيد، والحمد لله قطينا كل الأغراض وكل عام وانتم بخير.
الحمد لله جينا للتبضع في البريمي من ولاية السحار فلق القبائل. الحمد لله خلصنا جميع الأمور إن شاء الله. وللكماليات صور أخرى دوب الناس على اقتنائها للعيد، فهنا محال بيع الأحذية والعطور التي زادت حركة الشراء عليها في هذه الأيام، فبين متخير في لون أو محتار في شكل تبرز أذواق الناس والتي لولاها لبارت السلع. استعداد مثل ما شنتوا شايفين الحين للعيد، جايب العيال ونتبضع ونكمل باقي الكماليات وما يشبه ذلك، وكل عام وانتم بألف خير وأيامكم سعيدة. وبعيدا عن الكماليات قريبا من العيد، استعدت محال بيع الحلويات التي هي من أساس سفرة العيد، استعدت بأنواع وأشكال من صحون الشوكولاتة والبسكويت، ولا ننسى أيضا سيدة سفرة العيد الحلوى العمانية التي ترمز للكرم والضيافة. وهل من كرم أو ضيافة كأيام يوم العيد؟ الحمد لله رب العالمين، احنا الحين في طور الإعداد أشياء العيد ومشتريات العيد، وكما تشوف اليوم مختارين بعض من الحلويات هذه اللي عاد بتكون سويت مال العيد عندنا. وكل عام وانتم طيبين بحلول عيد الأضحى المبارك، ونتمنى لقناة سلطان صحة والعافية، وكل عام الجميع بخير. كل عام وانتم بخير، وينعاد على الجميع إن شاء الله بالصحة والسلامة، والحمد لله رب العالمين، بضعنا وأخذنا حلويات العيد، وكل عام وجلالة السلطان بألف خير إن شاء الله يا رب العالمين. وستظل هذه الأسواق مفتوحة الأبواب إلى آخر لحظة قبل العيد، وبعد ذلك كل عام والجميع بخير. من محافظة البريمي، عيسى بن خلفان الكعبي. عيد الأضحى المبارك يأتي كل عام ليرسم الفرحة على كل الوجوه بمختلف أعمارها، في جو يعج بالنشاط المتزايد على شراء مستلزمات العيد. بالنسبة للعيد مستلزماته كثيرة جدا، مثل الخضروات والفواكه وهذه أساسية، الحلوى العمانية كذلك، وما مستلزمات كذلك المواد اللي تحتاج إلى الشواء العماني. حركة شرائية متزايدة على ركن الملابس وملابس الأطفال والكماليات. أولا قبل العيد للتسوق والشراء المواد الغذائية الأساسية بالدرجة الرئيسية. ثانيا مال الأولاد، ملابس أولاد والثياب برضو نفس الحكاية، هذا اللي يتم الحرص عليها قبل العيد. نحن نزلنا النهاردة عشان بدأنا بث أجازة العيد، وبنشتري أغراض العيد، يعني أغلبها مواد غذائية وملابس للأولاد، وطبعا متزامنة فرحة العيد مع دخول المدارس، فبنشتري أغراض للمدارس وأغراض العيد اللي هي المواد الغذائية والملابس. يعني جو عيد الأضحى هذا العام يتزامن مع رذاذ الخريف الذي لا يزال مستمرا حتى هذه الفترة. بالنسبة للعيد، يعني لا سيما عيد الأضحى المبارك، طبعا هو معروف يعني مسألة الاهتمام بالأضاحي، أيضا هذه السنة يعني المحمدية. وفي أما فيما يخص الاهتمام بجوانب الأسرة، ما في شك الملابس و الحلويات وما شابه ذلك، يعني الاستخدام مثل ما يقولون أثناء الزيارات العائلية والجيران. تشهد الأسواق حركة شرائية كبيرة من قبل المواطنين والمقيمين هنا في المحافظة، وذلك قبيل العيد بأيام قليلة. محمد بن بخيت حسون الشحري، محافظة ظفار. المساحة القادمة للأخبار الاقتصادية مع زميل خالد بن سعيد العبري. خالد، إليك النشر. شكرا خلفان، وإلى الأخبار الاقتصادية. تفضل. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. أهلا بكم. قال البنك المركزي المصري إن صادرات مصر للدول الأفريقية غير العربية انخفضت بنسبة 12%، وبلغت صادرات مصر للدول الأفريقية غير العربية بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الماضية 119.5 مليون دولار، مقارنة ب 135.5 مليون دولار بنهاية الربع الثاني. وكانت جمعية المصدرين المصرية أكدت أن قيمة الصادرات المصرية لأفريقيا
تبلغ 2 مليار دولار من إجمالي واردات أفريقيا التي تبلغ 360 مليار دولار بنسبة صادرات مصرية تبلغ حوالي 0.5%. تعتزم روسيا توقيع اتفاق مع تركيا الشهر المقبل لتنفيذ خط أنابيب لتصدير الغاز. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه يجري حاليا التفاهم بشأن الاتفاق بين الحكومتين ووضع خارطة طريق تنفيذ المشروع. وتوقفت المحادثات بشأن المشروع العام الماضي بعد أن أسقطت تركيا مقاتلة روسية، وردت روسيا بفرض عقوبات اقتصادية، لكن منذ ذلك الحين أحرزت موسكو وأنقرة تقدما على طريق إصلاح العلاقات لا سيما الاقتصادية. نحن في أوربيت نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. أنا دايماً أختار لأولادي حليب الصفوة لأنه غني بالكالسيوم والفيتامينات وخالي من المواد الحافظة، ولأنه يمنحهم الحيوية والنشاط. الصفوة طازج وصحي لكل العائلة. أهلا بكم مجددا. توقعت وزارة المالية الألمانية ارتفاع الأعباء المالية التي ستتحملها ألمانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحذر مسؤولو المالية الألمانية من خروج ثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي. ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سترتفع نسبة مساهمة ألمانيا في هذه الميزانية من 21% حاليا إلى 25%، ما يعني ارتفاع حجم هذه المساهمة بمقدار 4.5 مليار يورو لموازنة 2019 ومثلها لموازنة 2020. واستندت هذه التقديرات إلى الإطار المالي الراهن ولم تتضمن أي إجراءات تعويضية ممكنة. أعلنت المفوضية الأوروبية سحب اقتراح من شأنه أن يسمح لشركات الهواتف النقالة بمواصلة فرض رسوم على الاتصالات الهاتفية داخل دول الاتحاد الأوروبي في بعض الحالات، على الرغم من تعهدات بإلغاء الرسوم، وذلك بهدف منع العملاء من التسوق بحثا عن تعريفات المحمول الأرخص في الدول الأعضاء الأخرى. وأجرت المفوضية الأوروبية عمليات خفض تدريجي لتكاليف خدمة التجوال، وبعد مطالبات من مواطني الاتحاد الأوروبي تم النظر لسياسات التجوال التي تنتهجها المفوضية على أنها حققت نجاحا شاملا للعملاء الذين تم إبلاغهم بأن رسوم التجوال ستنتهي بحلول منتصف عام 2017. النشرة الاقتصادية انتهت وعودة للزميل خلفه. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة طازج وصحي لكل العائلة. شكرا خالد.
تأهيل وتدريب المقبلين على مرحلة سن الشيخوخة في التأقلم مع هذه المرحلة من خلال إقامة البرامج التوعوية والتثقيفية والورش العملية أبرز ما اشتملت عليه فعالية طريقك نحو شيخوخة آمنة. الفعالية نظمتها الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين ممثلة بفريق أصدقاء المسنين بشمال الشرقية. في هذه القاعة اجتمع كبار السن من الآباء والأمهات ليجدوا من ضحى بوقته لأجلهم من فريق أصدقاء المسنين بشمال الشرقية، قدموا لهم الرعاية في جو مليء بالسعادة والمرح. نسعى للبحث عن أفضل الطرق التي من خلالها ممكن أن نساعد المسن للتعامل مع المرحلة المقبلة، وذلك من خلال استهداف المسن نفسه سواء أثناء وصوله هذه المرحلة أو قبل وصوله هذه المرحلة، وأيضا إعانة أو مساعدة الأشخاص مقدمين الرعاية لهذا المسن. مجموعة من الورش التدريبية قدمها فريق أصدقاء المسنين لفئة المقبلين على سن الشيخوخة، فهنا الوالد محمد والوالد سعيد في ورشة فحص السكر والضغط والرعاية الصحية. رسم الابتسامة على هذه الوجوه التي سعت وربت وساهمت في بناء جيل المستقبل من الحقوق الواجب تقديمها لهم. تأهيل الأفراد المقبلين على سن الشيخوخة نفسيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا من أهم أهداف هذا المشروع. حضرنا ورشة عمل اللي هو استخراج زيت اللبان وجميع أنواع مثل العطور، كيف نصنع العطور، وهذه هي الدخل للفرد نفسه يعني. كما يسعى المشروع إلى إيجاد أفراد قادرين على العطاء والتأقلم مع مراحل الشيخوخة واستثمار قدراتهم السابقة وفق إمكانياتهم في هذه المرحلة. طريقك إلى شيخوخة آمنة مشروع ساهم في توعية وتثقيف الفئة المستهدفة من المقبلين على سن الشيخوخة بوسائل متنوعة لاندماجهم وتكيفهم مع المرحلة المقبلة. أحمد بن محمد المعمري من ولاية إبرا محافظة شمال الشرقية. أما الآن فننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى الأخبار الرياضية مع الزميل أيمن الفجراني. أيمن، إليك المشهد. شكرا خالد. أهلا بكم في النشرة الرياضية. أعلن مدرب المنتخب الوطني للناشئين يعقوب الصباحي قائمة المنتخب الذي سيمثل السلطنة في النهائيات الآسيوية بالهند خلال الفترة من 15 من سبتمبر وحتى 2 من أكتوبر القادم. وضمت القائمة 23 لاعبا تم اختيارهم من قبل الجهاز الفني للمنتخب ليكونوا فرسان الرهان في البطولة القارية. وسيبدأ المنتخب المحفل الآسيوي الكبير بلقاء المنتخب الماليزي في 16 من سبتمبر، بعدها يواجه المنتخب الكوري الجنوبي في 19، ويختتم مبارياته في المجموعة بلقاء المنتخب العراقي في 22 من نفس الشهر. كرم أعضاء مجلس الإدارة والعاملون بالاتحاد العماني لكرة القدم رئيس الاتحاد السيد خالد بن حمد البوسعيدي مع اقتراب نهاية فترة رئاسته للاتحاد، وجاء التكريم بعد مشوار حافل قضاه السيد خالد رئيسا للاتحاد حمل في طياته الكثير من الإنجازات على مستوى المنتخبات الوطنية، أبرزها تتويج المنتخب الوطني الأول بكأس الخليج 19، وتتويج المنتخبات السنية بعدد من الألقاب الإقليمية أبرزها كأس الخليج للمنتخب الأولمبية والشباب والناشئين. الجدير بالذكر أن السيد خالد فضل عدم الترشح لرئاسة الاتحاد لفترة أخرى قبيل فترة وجيزة من إغلاق باب الترشح للانتخابات. حقق نادي مانشستر سيتي الفوز على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بهدفين لهدف في ديربي مدينة مانشستر وعلى ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد. كانت البداية من مانشستر سيتي في الدقيقة 15 حين سجل أول الأهداف عن طريق كيفن دي بروين، ليأتي الهدف الثاني للسيتي عن طريق مهاجمه الشاب كليتشي في الدقيقة 36. اليونايتد قلص الفارق عن طريق نجمه زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 42، ورغم محاولة رفاق المدرب مورينيو العودة للمباراة إلى أن المباراة ذهبت للسيتي بقيادة بيب غوارديولا بهدفين لهدف.
ضمن منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم، تغلب بنفيكا على مضيفه أروكا بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح بنفيكا المباراة بهدف نيلسون سيمودو بعد تمريرة اصطدمت بالمدافع نونو كويلو في الدقيقة 16. وبعد مضي 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، عزز بنفيكا من تقدمه برأسية ليساندرو لوبيز، وبعدها ب5 دقائق نجح البديل وولتر غونزاليس في تقليص الفارق لأصحاب الأرض لينتهي اللقاء بفوز بنفيكا بهدفين لهدف. تغلب فاسلان بيفرين على ضيفي كلوب بروج بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 6 في الدوري البلجيكي لكرة القدم، حيث سجل شيسيبي الهدف الوحيد في اللقاء في الشوط الثاني في الدقيقة 57، ليبذل بعدها حامل اللقب الكثير من الجهد بأمل نيل التعادل، ولكن لاعبيه أهدروا الفرص المحققة لتنتهي المباراة بفوز فاسلان بهدف دون رد، ويرتقي للمركز 12 في ترتيب فرق الدوري. وفي ملاعب الكرة الصفراء، تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش لنهائي فرد الرجال في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس بفوزه على الفرنسي غايل مونفيس، حيث بدأ جوكوفيتش اللقاء بقوة وكسب المجموعة الأولى بواقع 6-3، وواصل المصنف الأول تألقه لينهي المجموعة الثانية بخسارة شوطين فقط، وتمكن اللاعب الفرنسي من كسب المجموعة الثالثة بصعوبة بنتيجة 6-3 ليحسم الصربي اللقاء في المجموعة الرابعة بواقع 6-2. وفي مواجهة أخرى، تفوق السويسري ستانسيلاس فافرينكا على الياباني كينيشيكوري ب3 مجموعات لمجموعة واحدة ليتأهل للنهائي لمواجهة جوكوفيتش. فاز بطل العالم السلوفاكي بيتر ساغان بلقب جائزة كيوبيك الكبرى للدراجات الهوائية في كندا، حيث انطلق بيتر ساغان في فريق تينكوف قبل 200 متر من خط النهاية ليتخطى أوران سائق فريق كونيديل ويحقق لقب مونتريال الذي كان قد ناله عام 2013، فيما حل البلجيكي إيف ريميت ثانيا، يليه الفرنسي أنتوني رو في المركز الثالث. نهاية نشرتنا الرياضية، نعود بكم إلى خلفام وما تبقى من العاشرة في أمان الله. شكرا أيمن. احتفل بولاية بهلة باختتام فعاليات المسابقة السنوية للقرآن الكريم في نسختها الثالثة لهذا العام. الحفل الذي تنافس فيه أكثر من 100 مشارك ومشاركة تخلله شرح للمراحل التي مرت بها المسابقة وجهود لجان التقييم والمستويات التي اشتملتها المسابقة، واستعراض للجهود التي ساهمت في إنجاح هذه المسابقة. وفي نهاية الحفل قام معالي الشيخ محمد بن عبد الله بن زاهر الهناي مستشار الدولة راعي المناسبة بتكريم الفائزين بالمراكز 3 الأولى من كل مستوى لفئتي الذكور والإناث. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى أبقاه الله يصدر عفوه السامي عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جلالته حفظه الله يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يتوفدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. وفي ختام نشرتنا نشكركم على كرم المتابعة، وهذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء.